كان كونيت موقع بوابة الزمان الإخبارية القرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواجد أخو ذي الفضاء الجمعوي ذي بوزغنغان في إطار لقاء التواصل المنعقد ذنيتا ذي النهار أك طلبة نوزغنغان. اللقاء أولا يتون ضمن من طرف جمعية طلبة أزغنغان ومن النواحي ذي الكلية المتعددة التخصصات ذي سلوان التابعة لجامعة محمد أول بوجدة. كاين غاريس الجمعية جمعية طلبة أزغنغان والنواحي كاين مثلا سفيان السقالي ومثلا سفيان كرئيس الجمعية بودار أدخ 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 خاص بعض الجمعية ثم مين عنانت الظروف إجادي ظل سنت تتمكن من أنه تأسم الجمعية ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوارين ونزوار تشكاريخ البوابان سيقان قام قوانيت الحضور يكين خيان ومش دخ عود ربدا تحتاكي نخذي اللي قات أمتينا. بالنسبة للجمعية الظروف إذي توخذ خاص إذي نباثق الجمعية طلبة أزرغان هو أنه تغاديني المجلس البلدي يخصد يتكلف سوينة سلق الجامعي الطلبة وتوغانغ إجن إشكال هو أنه صلة وصل أتيري غاز صبغة قانونية جاء المجلس البلدي يعني الشركة باش على حساب يعني المبالغ المالية إذا استقدم البلدية إوينة يعني قمزوارو ثوفا إجن إشكال المجلس البلدي مش نشوز ما يعني تعامل غادي قمزوات غادي نجنوها مش وزما تعمل اك اطار يعني غير قانوني اذا به تمخض خاص انه قد يجن جمعية تسير يعني زي الموسم الفارط ار شحان خمسة زي شحاخ عفوا زي شحاخ خمسة يتبدأ البداية نص الى حدود يعني الانطلاق الموسمة تشهد يجن نقطة هو انه تم استقالة الرئيس يتشكل يجن المكتب النغني الجديد ان شاء الله وأول لقاء يعني بعد اللقاء التواصلي نقيت نهارا من شتوالا من أكد طلبة الطالبة زي ندين تكون زنغان النواحي ومثل سفيان سقلي في إطار اللقاء التواصلي أنت نفى بأنه ترقم غا إيش تنايت مقيدين تغيت مشتواري غنشتغيت من أهم تنقيدين يتقيدين يتناقش ذي اللقاء التواصلي نفع انزوار نفع انزوار الاشتراك ذي الاشتراك ذي النقل الاشتراك في وسيلة النقل الجامعية نفع نقطة ويستنعين للانخراط ذي الجمعية ذلك زما ذي تسير المميزات لا الاشتراك ثم المميزات للانخراط ذي الجمعية مع الواجبات التسجيل طلب نزغان النواحي انه ازاي سكومنت ودقنت كيث في ظل الغياب ملحوظ التصن الطلبه لا نزغان النواحي. يجي السؤال وجيه هو نيته هو انه يجي النقطه الاشتراك يعني ما مش تورم بانه في ظل الظروف اللي زينت عنا خون الزيادات راه ترونسبور كانت نحاول الاعضاء يعني كان يجي الاجتماع على اساس انه اول نقطه يخصنا ضمن بعد الجمعيه وهي في مصلحه الطلبه وهو الانخراط الشهري وبثمن اقل يعني ما كان يجي عمليه حسابيه بالنسبه للتكلفه النقل الشهري للطالب تنقى ما خاص 180 درهم الونشين يعني يجي لقاء كذاك رئيس الشركه نحاول اثنقنع بانه اطول التارفه من النقل غا 80 درهم عفوا 40 درهم إيشها 40 درهم إيشها تخص تنقل شهري الحفلة بالنسبة 10 درهم طرح على انخراط الجمعية السيور بعدها خوينا تنقل الوثائق بعدها نلقى بالنسبة للطلبة القدامى نسخة من بطاقة الطالب استمارة تسحب من المكتبة أو من وكالة المرابط الثانية في زنغان نقى 50 درهم 40 درهم الناس بأنه 50 درهم تخدص نتقو مزواوة شعر مزواوة إن تقطع زيس 10 درهم لين خيرات 40 درهم تحاشا أبادوس شعاوي سنين شورة دي ديقان أتخدصنا 40 درهم وها يشعر
بالنسبه للطلبه الجدد مازال عاد توصل لنا شويه بطاقه الطالب لان تعطى شويه نتاع رسم فوتوكوبي التوصيل فوتوكوبي لا كارت ناسيونال اثنين تساوى للاستماره بمبلغ 50 درهم بالنسبه تساوى يعني لا الطلبه القدامى لا الطلبه الجدد اثنين تساوى باش تنطرح دي بطاقه النقل الجامعي باش تنطرح دي بطاقه الانخراط. اذا اثناء ومثلا سفيان اثناء ايجاد المميزات ثم انتفى الجمعيه طلبه الزنار النواحيه على غرار جمعيه النغري جنوب الزنار جمعيه المجتمع المدني لابد يتوخرق توخرق غاسنت القانون النظام الداخلي يتجا يخص لابد الطلبة احتمال في إطار الوسيلة النقل الجامعية زي ما نعرف كذا القراءة دي الفصول من القراءة مختصرة دي الفصول النظام الداخلي وسيلة النقل الجامعية. بالنسبة لحد الآن مازال على نخدمس القانون الداخلي السابق لأنه وني وتجي في القاعة السابق وتجيبوا أنه يعني منسوخ قانون منسوخ إنما مازال على البنود نس ديني رقم مستمرين نتعانى الزيزن إلى آخر يوم دراسي يعني بعض النقاط يتجن القانون الداخلي نسيو احترام الزملاء يعني الطلبه تكون جالس نسيو احترام مثلا السائق اثناء المزاول للعمل نسيو اصلا خوينا دي النقاط اشكال الميوعه داخل الحافله خص الانسان حتى ما يقصاكم دوكنز تجن تقصات عفويه وديستريبيو اخلال بالاداب ذني ثم النقطه يتجن يعني شائكه وهي مساله نقطه حجز الاماكن ديني غنخ بعض الطلبات قاعدين من عانشان ثانيا نقطتين حسن دايس بانه من الاحسن يعني واجب انه هو يمنع على ذي الجمشان ما يمين لان الكار مثلا مريك 60 طالب تخيلات قاعد نغاثر هنا في زوان كوليج هذه من عانشان يعني الكار يبلوكي عما مار الو غير نغني يتحتى مخزن انه اضرح نبدل نقطتين حسن دايس بانه ويتيري بوحز المكان نتمنى زي الطلبة يعني ما راه غاد معاون دي النقطتين التنظيم هذه اللي يجني احترام لان هذا هو الاساس بعد هذه الحافله ما راه يجني احترام الاخوه جا الطلبات بنات كونوا على يقين بانه غادي يعدو يعني يجن موسم دراسي متميز ان شاء الله. اذا رواد رواد موقع نواب الزنغاني الاخباريه موقع سينغام بونيت تورا كينر مش الفام تورا كينر سفيان سقلي رئيس جمعية طلبة الزمان والنواحي سا أرذينين سا أثورا مغني قروم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.